السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 29 ذو القعدة 1438 أمام باب العباس، مسجد بن عباس، رواقب السيارات، ساحة العباس، خلفة السليمانية اللي هدمت بالكامل وزيت بالكامل. كان فيها حمام شهير اسمه حمام الشفا من أملاك آل سمسم. هنلتقي بآخر شخصية الآن متجه لشارع حسان بن ثابت، مطبخ المطري هو مهدي مطبخ، وآخر من شغل حمام الشفا بحارة السليمانية بالطائف التي أزيلت داخل السوق. السلام عليكم أبو محمد. عليكم السلام. أستاذ مهدي بن فتح بن قاسم المطري، أبدأ معاك اليوم ذكريات الطائف القديم والسليمانية، وذكريات الحمام الشفا. اسمه صح حمام الشفا. كيف بدأت وفكرت انك تستأجر الحمام؟ والله انا جيت من المطبخ، ايه كان فني لا تدم وحالة تدم، ايه ابغى استحمي يعني، ايه فغلبني النوم مع السهر والارهاق، فنمت في الحمام. هو الرجل نسي العامل وراح قفل، نسي قفل علي وراح، وانا خفت المشاكل ما قدرت اطلع، ما صحيت الا نص الليل. فاضطريت انا، لا عندنا ذيك الايام جوالات ولا اتصل ولا كذا، فلمن يقفل وراح يرقد، وانا فين اروح؟ نمت للصباح نوم قلق، يعني مش نوم صاحي. هذا بدايه التسعينات الهجريه. اي نعم. فالاخ يوم جاء الصباح، كيف تقفل علي؟ اقفل عليك؟ صايحت انا وياه، صارت مشكلة، تضاربنا، صارت مشكلة نحن وياه. وصلت لصاحب؟ وصلت لأبويا، وأبويا ما نفع معاه الكلام بالناحيتي أنا، راح اشتكى لعمه. ايه؟ اللي هو صاحب الملك. اللي هو مين؟ حسن سمسم صاحب الحمام. صاحب الملك هو وفندق عرفات، المنطقة دي كلها له، بيت عم حسن سمسم. حسن سمسم من جدة. من جدة. ايه. كان وكيل لشركة بورش حقت فورد. ايه هذه قطع غيار هو. في الطائف عندنا. ايه فزهم ام حسن سمسم، زهم على ابويا، قال له ولدك ضرب العامل حقي، وكيف الكلام هذا؟ قال انا اجيب ولدي، واذا غلطان انا اربيه. نقفل اذان العشاء. قلت انت شايفني يعني ماني ادمي، ما تدخل تفقد المحل من المويات والغير. وهذا زعل ام حسن من اليماني، وانا خرجت بغى يضربني ابويا فرع اللي عنده، قلت قوم تاجرني المحل. انا والله لا كان في المحل، ايوه في بالي، رميت الهرجه قلت اجرني المحل، اجرني المحل وانا اشغله، هذا اليماني ما كان نص تعالي دي. ايوه. قال لي طيب كم تدفع؟ قلت انا والله ما اعرف انت كم تبغى. قال انا يدخل لي في العيد ويجيب لي في رمضان ويجيب لي في الكذا، يعني بيمدح في سلعته، وانا والله لا عندي خلفيه ولا ادري عن الكلام ذا. وابويا ذيك الايام ما يبغى حمام هذا جزار، هذا ما يجوزونهم على قولوا، عيب عندنا. قلت ابويا انا العيب عندك اذا جيبك فاضي، اما نحن حالتنا يرضى الله، انت تبغى نسلم ولا جي انا اتروش وامشي، ما عندي مشكله. الدخول ذيك الايام بريالين، رفعته الى 5 ريال. استاجرت انت؟ خلاص استاجرنا، دخلت شريك معايا، ما عندي المبلغ انا. ايه راعي البراميل الفلسطيني على الواجهه، على شارع سعود، على شارع سعود كان مصنع البراميل. ايوه حق خزانات التوانك هذه. التوانك. ايه. قال لي انا اخذه منك. شو اسمه؟ رضوان كحيل. رضوان كحيل. ايه فلسطيني. فلسطيني. قال لي انا اعطيك المبلغ وروح شوفه. هو كان يحلم بالمحل بس مو عارف كيف ياخذه. ايه دخل معايا، دفعت اللي انا عندي وهو اللي عنده، اخذنا المحل، استمرنا فيه 3 سنين سواء. اخذ بعضه وطلعناه هو، اعطيناه حقه مع السلامه، اخذ نقل قدم ذيك الايام 26,000 ريال وطلع. واستمر المحل. استمر انا اروح مطبخي. ايش تشغله انت وقتها يعني؟ انا شغال في المطبخ. ايه يعني العمال ايش تشغله يعني؟ ايش يحتاج المطبخ؟ الحمام. ايه يبغى له محاسب، يبغى له واحد يغسل الفوط، المناشف، الكلام ذا، ينشرها. يعني واحد يغسل، واحد محاسب. ايه بس اللي يغسل هو اللي ينشف المناشف والاشياء دي. اما المحاسب هذا هو يساعده في التكفيل. فين تتغسل؟ في نفس الحمام، في الحوش. في الحوش. اي في الحوش حقه له. جهه البراميل هناك. جهه البراميل في غسالات وفي كذا. ايه يغسلوها هناك. ايه يومي. وتنشر هناك حبل غسيل. وش يستخدم مواد؟ والله صابون وليف من حق القهوه ذا اللي يحطوه في الدلاله اللي في الشعر ذا. ايه وتسخين المويه ذي عندها زي الحله كذا طاقتين، نولع من الخلف. ايه والطاقتين يندل البخار على الصالات هذه حقت الترويش. بالغاز ولا بايش؟ بحطب. حطب. ايه
كله حتى شغل تركي. هنا تكلمني عن المحل عبارة عن ايش؟ من الداخل؟ ايه من الداخل. والله اول ما اخش من الباب من عند الباب اول ما اخش من البرحة تخش مع الباب ذا يستقبلك المحاسب. في كده فسحة كبيرة يستقبلك المحاسب ودكتين يمين وشمال وكلها دواليب زي نظام البريد هذا بس على حجم صناديق. يعطيك مفتاح بمطاط وقفل تفسخ ملابسك حواجك تحط حواجك فيها ويعطيك فوطة ويعطيك صابونة وليفة يقول لك هيا ابوي ادخل تروش. طبعا كان في عندنا من جماعة هذول اللي شغالين اليمنيين يجيبوا من جماعة الناس يدلكوا ايه بس هذول ما كان لهم سوق الا في في, في العيد ايام الحج ايام العيد وحاجه زي إيه. ياخذوا على النفر 40 ريال احنا بناخذ 5 ريال على النفر يعني إيه. و20 ريال حسب السوق إيه. اليوم إيه. ما يتماشوا فنحن ما كنا نسالهم عن الكلام ذا ايه والله سبحانه وتعالى اخذ بيدهم ويدنا لين ايه اكمل لي الفسحه ايه فسحه أيه. تخرج من الفسحه هذه تدخل لفسحه ثانيه بدايه الحر ايه الحراره ايه بدايه إيه. الحراره هذه صاله لحالها ايه يفصلها يمين الله يكرمك حمامات ومن الشمال ترويشت بعد البخار ببوية باردة ايه تقعد فيها شوية بعدين تدخل للحرارة مرة ايه وانت خارج نفس النظام ايه خارج نفس النظام ايه تصفي في المنطقة ذي وعندك لبغة الله يكرمك حمام ولا شيء موجود كلها هي قبة واحدة ولا كذا قبتين قبتين ايه قبة على ايش ونص والصالة ذيك عبارة عن نص دائرة نص دائرة قبتها ايه, ايه. بطول القبة فيها فتحات كان القبة فيها فتحات قزاز عليها قزاز يعطي نور عشان جوا عشان البخ اللمبات تتحرك جوا الحمام كان يشتغل من الساعة كم لكم يعني من الصباح بعد الساعة تقريبا نحن نقول 7 الآن يعني نقول هناك 6 الصبح لحد قبل العشاء خلاص يبدأ يقفل خلاص لأنه ما في أنوار جوا إلا في الصالة اللي يعني كم كان عامل يشتغل جوا ثلاثة محاسب محاسب ومنظف واللي يولع إيه؟ يقدموا طلبات ما في طلبات ثلاجة عندنا ميرندا ميرندا وبس خلال أيام السنة كان يجوا ناس يجو غير المواسم أيوة يجوا من فين من أهل السوق المطاعم اللي برحة العباس المحلات ذيك متعودين المحلات هذا يبي يتروش ما عنده مكان يتروش ما عنده مكان والقهوة في شارع الملك سعود ينام في القهوة ويجي يتروش يجي يتروش هنا بريالين النفر ذيك الأيام وماشي امور الناس على قد هذا بالنسبه طول السنه وفي المواسم حقتها متى كانت مواسمنا نحن الحج في الحج اي كان يجونا من العراق من تركيا من سوريا أيه. من اللي دربهم يجي من طريق الطائف أيه. رايحين ما كان لهم طريق الا الطائف أيه. يعني اي قبل السيل هذا أيه. يفتحوا لهم أيه. الخط أيه. من هناك يوقفوا في شبر يوقفوا هذا ويجوا عندهم يوقفوا يجون رجل يا حبيبي من الركبان على ما قالوا شارع ابو بكر الصديق رجل لين يجوا عندنا أيه. تشوفهم قوافل بال20 15 20 وعلى هذا الحال توقف الباص يتعبى الحمام يتعبى الحمام احنا ما ندخل على قده على ايه وبعدين بدات الحاره هناك نفس النظام هذا اخذوا الحرين فين يروحوا صاروا يستقبلوهم بعض الناس من سكان الحاره ذيك ايه؟ لانه اخره السليمانيين سكنوها حاجه ضعيفه تتروش ما في تتروش ايه؟ فين تروح فاستقبلوهم اكثرهم اللي يتمصلحوا فيها يتمصلحوا نعم وانت قلت لي سويتوها قلت يوم شفت زحمة إيه يوم شفت زحمة أنا إيه؟ كنت أدخل دفع حريم ودفع رجال في نفس اليوم في نفس اليوم ساعات يعني الحاج يأخذ له ساعتين هنا يخرج لهذيك الحرمة مسكسرة تدخل تأخذ له ساعتين وعلى إيه؟ هذا الحال إيه؟ يعني حرمة رجال كانت خدمة للحاجات خدمة كله توليع بالحطب كله حطب وبعدين في بير لو على العين هو كان إيه في بير في وسطه إيه في بير وأعرف موقعه إلى الآن لين دحين موقع البير فيه إيه يعني ودفنوا عليه مع الهدد البازان كان قريب منكم؟ ايوه جنبنا جنبنا تحت فندق عرفات هاي انت ولد الحاره ذيك ولد السليمانيه ما دام تتكلمنا على الحمام ايش تتذكر من البيوت اللي حول الحمام؟ الحمام ايه والله عندك بيت رجب ايه؟ بيت عبد الفتاح اسماعيل ايه بيت بناصر ايه؟ بيت عبد الجابر الثمالي عبد الله الطلاقي بيت الرواس ايه الرواس دول من اهل مكه ايه بيت عبد العزيز الصديق عيال عابد حوالينهم أي. يعني بيت أي. درويش عابد قلت لي بيت عبد الغني كمان في جنبه وبيت عبد الغني رشاد هذا أي. يعني عبد الله غلام بيت الذيب حاسم اسماعيل بن علي النقيب حق الحاره هذول كلهم يعني مجمعهم اعيادهم في الحاره هذه الحارة في البرحه في البرحة حق الحمام نعم ايش ذكرياتك عن البرحه هذه ايش كان يمارسوا فيها
من ناحية إيش؟ يعني إيش يصير برحة كبيرة؟ أيوة حاجة. يصير فيها على الأعراس يصير فيها. ها؟ على الأعراس. إيه. تصير فيها. يعني بده يتزوج فلان قال لك في البرحة. البرحة. إيه. الرجال زادوا دخلون بيت رجب. إيه. الطباخين جيبوا عم سعد مقنم والجزار إيه؟ لحاله يأخذ إيه؟ حقه ويروح وكلها إيه؟ بتتم في البرحة هذيك. إيه. يعني كل مرة الغنم مدري اللي يجوا من ايوه كان تيجي الغنم ايوه يودوها المجزرة تريح عندنا في البرحة هذه. من فين تجي؟ تجي من 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 خارج الطائف. من خارج الطائف يريحوا تحت بيت رجب ويبركوا تبرك الغنم هناك لين يبرد الجو ويواصلوها لين مبنى يسمونه الكدوة هذا اللي هو الحين في حوايا محل البلدية الآن كان مصلخ. ايه مبنى البلدية اللي ايه؟ الآن ايه؟ هذا كان مصلخ. ايه يذبحوا فيه للجزارين والمحلات أيه. التجارية فكان يريحوا في هذا الموقع يريحوا في هذا المحل في هذا الموقع وبعدين يشدونها قود يعني رعي معهم قدامهم بالعصي يمين وشمال بقر غنم نرجع للحمام قلت لي انحرق جات فترة انحرق انحرق وانت ماسكه كنت أيوه. وقتك ايه أيوه. انحرق المحل وانحرقت البيوت المجاورة كلها من ضمنها بيت السمكري بيت الرواز بيت الطلاقي بيت ولو ما لحق الدفاع المدني كان كمل على الدنيا كلها تأثر الحمام ولا؟ والله هو كان مليان حطب. إيه. يعني تمشي أنت في وسط الحطب ما يبان رأسك. يعني شغله على الحطب. شغله على الحطب وبعدين كان يجي من أهل المواطير اللي يبيعون في شارع اللي قدام الساحة حقت العباس والهذا. إيه. يعني عملية صناديق حقهم تفكك مشروبة زيت مشروب شاربة من كل بلاء. إيه. فلما إن تحطه في النار يقبل. ايه صناديق وخشب واكي مو خشب يعني ومن بقايا العمائر وشيء نشتريه وشيء نلقطه وشيء بهذا الشكل كانوا يجيبوا لنا من الهدد بعض المحلات والنجاره من الورش لا زاد عندنا يجوا كتوه عندنا والكفرات نفس النظام بس على سلامتك الدكاكين اللي حوله كانت الدكاكين ذي كانت كلها يوم انا يبيعون من الشمة ذي ايه والتنباك هذا السرات ايه وليش يقولوا ايه محل البراميل قلت لي والتوانك حق البواري ايه البراميل ايه هذه ايه حقت الخزانات المويه ايه حق واحد فلسطيني كان في بيت مهجور جنب كبير كذا بيت حتى احنا صغار كنا ندرس المدرسه هذه كان يقولوا مسكون هو هذا ايه كبير ايه على الواجهه اي الحجر يعني بيت حجر واجهه الحمام واجهه قدامه بيت رجب وعلى اليمين هذا البيت الكبير هي بيتين اللي على البرحة الطل ايه بيت عبد الفتاح هذا ايه كان مسكين الرجال المريض وفي ايه تعليل وكذا ايه وهذا كانوا يقولوا عليه بيت القرع اشتراه سعيد بافيل بيت عبد الغني لا ايه بيت عبد الغني ايه ايوه اظن اشتراه امير رجب الصايغ ايه وجاء تعويض لهم سبحان الله وهذاك عبد الفتاح كان يبغى يبيع البيت حقه طلبوا المبلغ مننا ما كان عندنا يبغى يبيعه ب 40,000 يتعالج في مصر ومات مسكين الله يرحمه وانتهى ايه هذا بالنسبه للبرحه ذي وحواليها البرحه والحمام الحمام حجر و جدار وبناؤه قلت لي تاريخ بناؤه كم عام كم والله انا كنت اقرا في الحزام اللي في القبه اللي في القبه هي انه مبني عام 1226 هجريه هجريه بس يعني من عهد الدوله العثمانيه ايه او ايه تقريبا ايه زي ايه كذا ايه مبني من الحجر وال مين كان يشغله قبلك اليوم هذول راعي من يومه من يومه بس هو الكبر اللي دهر الرجل قلت لي كنت بتسوي زيه انا فكرت اسوي أيه زيه يعني في الوقت الان اللي أيه هو أيه الان ما في يمكن انا كان ابغى اسوي اي ما في حمام واحد بطريقه حديثه ايوه انا شفتها في تركيا شفتها أيه في سوريا أيه دخلت حمام رسلان انا في سوريا أيه شفتها في اليمن أيه شفتها في السودان بس طبعا الحديث بعده سونا أيه من الخشب وغرف تكفيل وساعات تايمر وتدخل ما ينفك إلا بالعيار و... يعني بالطريقة القديمة هذه ما في وبعدين هنا الآن مع الأعراس عندنا يعني معظم الناس أنا بغيت أطوره يعني أعمل بوفيه على حلاق على الحمام هذا زي نظام الكوفيرات هذه المشاغل اللي بيشتغلوا فيها لكله بس طبعا رجال ويومين للحريم يعني نظام وضع ثاني عندنا البلدية هنا يعني تبغى موقع وتبغى حاجة فخمة يعني وهذه الشغلات يبغى لها ديكور أيه وديكور ترجع للطابع القديم أيه وهذا ما في أيه لأنه هي كانت اثنين بس في المملكة أيه حمام طيبة في المدينة وحمام الشيفة في الطائف حمام طيبة في المدينة وحمام الشيفة أيه مكة ما في؟ ما في أيه لأنه مكة حارة أيه عرفت ما تقل المدينة يجي لها أيام برد يعني أيه زينا أيه زينا الله يعطيك العافية